خطة الدرس اليوم: أهمية الدراسة في حياة الإنسان المقدمة. مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة التعليمية. سنتحدث اليوم عن موضوع في حياتنا اليومية والمستقبلية: أهمية الدراسة في حياة الإنسان. سنتناول دورها في بناء الفرد والمجتمع وكيف تؤثر حياتنا بشكل إيجابي. القسم الأول: تعريف الدراسة وأهميتها. ما هي دراستك؟ توضي أمثلة على أهمية الدراسة للفرد: تحسين اكتساب بأهمية الدراسة، تنمية المجتمعات الرفاهية، الاجتماع خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج الحد. من القسم الثاني: تأثير الدراسة على مستقبل الإنسان، النجاح الوظيفي. كيف أمثلة تنمية العلاقات الاجتماعية، دور التعلم، التعامل مع التحديات. كيف القسم الثالث: نصائح لتعزيز جودة الدراسة في حياتنا، تخطيط الكمبيوتر، وضع أهداف وتبرع الدراسة مدى الحياة، تتبنى عقليات المتعلم ذا البحة التحفيزية والإصرار. تتحف الخاتمة ملخص سريع: لقد تحدثنا اليوم عن أهمية الدراسة في تحسين حياتنا على مستوى الأفراد ونقص في الوعي، فأنت تسعى إلى تحقيق النجاح. التعليم هو قوي بقوة يمكنك استخدامه لتغيير العالم. اليوم: أهمية الدراسة في حياة الإنسان المقدمة. مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة التعليمية. سنتحدث اليوم عن موضوع في حياتنا اليومية والمستقبلية: أهمية الدراسة في حياة الإنسان. سنتناول دورها في بناء الفرد والمجتمع وكيف تؤثر حياتنا بشكل إيجابي. القسم الأول: تعريف الدراسة وأهميتها. ما هي دراستك؟ توضي أمثلة على أهمية الدراسة للفرد: تحسين اكتساب بأهمية الدراسة، تنمية المجتمعات الرفاهية، الاجتماع خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج الحد. من القسم الثاني: تأثير الدراسة على مستقبل الإنسان، النجاح الوظيفي. كيف أمثلة تنمية العلاقات الاجتماعية، دور التعلم، التعامل مع التحديات. كيف القسم الثالث: نصائح لتعزيز جودة الدراسة في حياتنا، تخطيط الكمبيوتر، وضع أهداف وتبرع الدراسة مدى الحياة، تتبنى عقليات المتعلم ذا البحة التحفيزية والإصرار. تتحف الخاتمة ملخص سريع: لقد تحدثنا اليوم عن أهمية الدراسة في تحسين حياتنا على مستوى الأفراد ونقص في الوعي، فأنت تسعى إلى تحقيق النجاح. التعليم هو قوي بقوة يمكنك استخدامه لتغيير العالم. اليوم: أهمية الدراسة في حياة الإنسان المقدمة. مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة التعليمية. سنتحدث اليوم عن موضوع في حياتنا اليومية والمستقبلية: أهمية الدراسة في حياة الإنسان. سنتناول دورها في بناء الفرد والمجتمع وكيف تؤثر حياتنا بشكل إيجابي. القسم الأول: تعريف الدراسة وأهميتها. ما هي دراستك؟ توضي أمثلة على أهمية الدراسة للفرد: تحسين اكتساب بأهمية الدراسة، تنمية المجتمعات الرفاهية، الاجتماع خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج الحد. من القسم الثاني: تأثير الدراسة على مستقبل الإنسان، النجاح الوظيفي. كيف أمثلة تنمية العلاقات الاجتماعية، دور التعلم، التعامل مع التحديات. كيف القسم الثالث: نصائح لتعزيز جودة الدراسة في حياتنا، تخطيط الكمبيوتر، وضع أهداف وتبرع الدراسة مدى الحياة، تتبنى عقليات المتعلم ذا البحة التحفيزية والإصرار. تتحف الخاتمة ملخص سريع: لقد تحدثنا اليوم عن أهمية الدراسة في تحسين حياتنا على مستوى الأفراد ونقص في الوعي، فأنت تسعى إلى تحقيق النجاح. التعليم هو قوي بقوة يمكنك استخدامه لتغيير العالم.
خطة الدرس اليوم: أهمية الدراسة في حياة الإنسان المقدمة. مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة التعليمية. سنتحدث اليوم عن موضوع في حياتنا اليومية والمستقبلية: أهمية الدراسة في حياة الإنسان. سنتناول دورها في بناء الفرد والمجتمع وكيف تؤثر حياتنا بشكل إيجابي. القسم الأول: تعريف الدراسة وأهميتها. ما هي دراستك؟ توضي أمثلة على أهمية الدراسة للفرد. تحسين اكتساب بأهمية الدراسة. تنمية المجتمعات الرفاهية. الاجتماع خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج الحد. من القسم الثاني: تأثير الدراسة على مستقبل الإنسان. النجاح الوظيفي. كيف أمثلة تنمية العلاقات الاجتماعية. دور التعلم. التعامل مع التحديات. كيف القسم الثالث: نصائح لتعزيز جودة الدراسة في حياتنا. تخطيط الكمبيوتر. وضع أهداف وتبرع الدراسة مدى الحياة. تتبنى عقليات المتعلم دلبح التحفيزية والإصرار. التحفي الخاتمة. ملخص سريع: لقد تحدثنا اليوم عن أهمية الدراسة في تحسين حياتنا على مستوى الأفراد ونقص في الوعي، فأنت تسعى إلى تحقيق النجاح. التعليم هو قوي بقوة، يمكنك استخدامه لتغيير العالم. خطة الدرس اليوم: أهمية الدراسة في حياة الإنسان المقدمة. مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة التعليمية. سنتحدث اليوم عن موضوع في حياتنا اليومية والمستقبلية: أهمية الدراسة في حياة الإنسان. سنتناول دورها في بناء الفرد والمجتمع وكيف تؤثر حياتنا بشكل إيجابي. القسم الأول: تعريف الدراسة وأهميتها. ما هي دراستك؟ توضي أمثلة على أهمية الدراسة للفرد. تحسين اكتساب بأهمية الدراسة. تنمية المجتمعات الرفاهية. الاجتماع خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج الحد. من القسم الثاني: تأثير الدراسة على مستقبل الإنسان. النجاح الوظيفي. كيف أمثلة تنمية العلاقات الاجتماعية. دور التعلم. التعامل مع التحديات. كيف القسم الثالث: نصائح لتعزيز جودة الدراسة في حياتنا. تخطيط الكمبيوتر. وضع أهداف وتبرع الدراسة مدى الحياة. تتبنى عقليات المتعلم دلبح التحفيزية والإصرار. التحفي الخاتمة. ملخص سريع: لقد تحدثنا اليوم عن أهمية الدراسة في تحسين حياتنا على مستوى الأفراد ونقص في الوعي، فأنت تسعى إلى تحقيق النجاح. التعليم هو قوي بقوة، يمكنك استخدامه لتغيير العالم. خطة الدرس اليوم: أهمية الدراسة في حياة الإنسان المقدمة. مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة التعليمية. سنتحدث اليوم عن موضوع في حياتنا اليومية والمستقبلية: أهمية الدراسة في حياة الإنسان. سنتناول دورها في بناء الفرد والمجتمع وكيف تؤثر حياتنا بشكل إيجابي. القسم الأول: تعريف الدراسة وأهميتها. ما هي دراستك؟ توضي أمثلة على أهمية الدراسة للفرد. تحسين اكتساب بأهمية الدراسة. تنمية المجتمعات الرفاهية. الاجتماع خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج الحد. من القسم الثاني: تأثير الدراسة على مستقبل الإنسان. النجاح الوظيفي. كيف أمثلة تنمية العلاقات الاجتماعية. دور التعلم. التعامل مع التحديات. كيف القسم الثالث: نصائح لتعزيز جودة الدراسة في حياتنا. تخطيط الكمبيوتر. وضع أهداف وتبرع الدراسة مدى الحياة. تتبنى عقليات المتعلم دلبح التحفيزية والإصرار. التحفي الخاتمة. ملخص سريع: لقد تحدثنا اليوم عن أهمية الدراسة في تحسين حياتنا على مستوى الأفراد ونقص في الوعي، فأنت تسعى إلى تحقيق النجاح. التعليم هو قوي بقوة، يمكنك استخدامه لتغيير العالم.